أهلا بيكم يا أصدقائي في السلسلة اللي طال انتظارنا لها، وهي سلسلة أسلوبي اللي بنستعرض فيها بعض فصول أشهر كتب الشطرنج على الإطلاق، وهو كتاب أسلوبي لنيمزوفيتش. وإذا أعجبك محتوى هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك، وتذكر شعار هذه القناة: الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. سلسلة أسلوبي فيديو رقم 27، وده الفيديو الثالث تحت عنوان سلسلة البيادق. من أقوال الجراند ماستر الشهير بنت لارسن: لاعب الشطرنج لن يصاب أبدا بأزمة قلبية وهو في موقف فائز. في الفيديو ده هندخل قليلا في أحد المواقف النظرية اللي هيوضح فيها نيمزوفيتش فكرته الخاصة في الهجوم على سلسلة البيادق، وحيشرح ثلاث عناصر، وهم مفهوم حرب النقلات، ثم مفهوم حرب الحصار لسلسلة البيادق، وفي النهاية الهجوم في مفترق الطرق. نيمزوفيتش بيحاول يشرح فكرته مرة أخرى باستخدام الدفاع الفرنسي اللي بيبدأ بالنقلات E4 E6 D4 D5، والأبيض بيلعب E5، وده اللي بنسميه تفريع التقديم، وبينتج منه سلسلتين من البيادق. اللي يهمنا هي سلسلة البيادق البيضاء اللي قاعدتها البيدق D4 وقمتها البيدق E5، وقلنا ان وجود البيدق E5 بيجعل القطع السوداء متقلصة، ولذلك الاسود لابد ان يتخلص من هذه السلسلة. وقلنا ان افضل طريقة للهجوم هو الهجوم على قاعدة البيادق، وافضل نقلة عند الاسود هي النقلة C5 بيهاجم بيدق D4، وافضل نقلة عند الابيض ان يحميه بC3، والاسود بيواصل تكثيف الضغط على قاعدة السلسلة بالنقلة نايت C6، والابيض بيواصل الدفاع عنها بنايت F3، وهنا الاسود بيلعب كوين B6 وبيكثف الضغط اكتر واكتر على قاعدة البيادق. ورغم ان خروج الوزير في مرحلة الافتتاح بيعتبر نقلة سيئة، لكن هذه النقلة بتعتبر ضرورية في هذا الموقف، لانها بتحرم الابيض من خدمات في المربعات السوداء ووصوله الى المربع E3 لحماية بيدق D4، لانه هيترك بيدق B2 بدون حماية امام الوزير، ولذلك وجود الوزير له اهمية لانه بيكمل خطة الاسود. وحاليا الوزير بيكثف الضغط اكتر واكتر على بيدق D4، والموقف ده شفناه في الدور بين نيمزوفيتش بالابيض وجورج سالو بالاسود اللي شاهدناه تفصيليا في فيديو رقم 25، وربما الكثير ما زال يتذكره او ربما يرجع له لكي يتذكره اكثر واكثر. المهم ان خطة الاسود بتعتمد على دفع الابيض الى التكسير على المربع C5، وبتقلص سلسلة البيادق الى بيدق واحد على المربع E5، وهنا الاسود بيهاجمه بنقلة زي ال F6 وبيحاول انه يجبره على الاخذ على المربع F6، وبكده بيوصل للاسود لهدفه النهائي وهو تحرير بيدق ال E6 اللي ممكن في هذا الوقت يتقدم للامام ويحصل الاسود على الحرية. لكن بالطبع الابيض بيقاوم هذه الخطة وبيلعب نقلات مضادة، وده اللي بيسميه نيمزوفيتش حرب النقلات. والابيض في الدور لعب بيشوب D3، وبالطبع البيدق D4 مازال محمي ولكن بطريقة غير مباشرة، لان الاسود لو حاول يفوز ببيدق وياخد على المربع D4 الابيض هياخد، وبعد الاخذ بالحصان ومعاوضة الاخذ بالحصان الابيض بيوصل الوزير الاسود للمربع D4، وهنا الابيض بيلعب بيشوب B5 بتشكل الملك، وفي نفس الوقت بيكشف هجوم على الوزير، والابيض بيفوز بالوزير. اذا البيدق مازال محمي، ولكن بعد نقلة الاسود بيشوب D7 بيصبح الابيض في موقف حرج، لان البيدق دلوقتي اصبح مطلوب، والاسود ايضا بيهدد بروك C8 ويسيطر على العمود المفتوح. ولكن نيمزوفيتش بيقول ان النقلة بيشوب D7 بالطبع يمكن لعبها، ولكنها ليست افضل نقلة في هذا الموقف، وبيقترح خطة بدلا من حرب النقلات، وهي الاخذ على المربع D4 وبعد C takes D4 يلعب هنا النقلة بيشوب D7 ويعتمد خطة طويلة الاجل بنقلة زي نايت E7 بهدف لعب النايت F5
وزيادة الضغط على البيدق دي فور، والخطة دي اسمها حرب الحصار، ومعناها محاصرة قاعدة البيادق دي فور اللي أصبحت أكثر ضعفا بعد اختفاء بيدق السي 3. وقبل ما نبدأ في شرح خطة نيمزوفيتش الجديدة وهي حرب الحصار على سلسلة البيادق، عاوزين نرجع للدور اللي كان بين نيمزوفيتش وسالو، واللي اتبع فيه سالو خطة حرب النقلات، واللي نجح فيه سالو في تدمير سلسلة البيادق. ولكن للأسف نيمزوفيتش وضع بدلا من البيادق قطعتين الفيل والحصان اللي أثبت إنهم أقوى كثيرا من البيادق، وخطة سالو فشلت ونيمزوفيتش فاز في النهاية. وهنا مرة أخرى بنعود لهذا الموقف، نيمزوفيتش بيلخص خطة حرب الحصار أو ما يسميه الحرب الموقفية في 3 خطوات. الخطوة الأولى هي إجبار الأبيض على الأخذ على المربع C5، ثم فيما بعد بيلعب F6 وبيجبر الأبيض على الأخذ على هذا المربع، وبالتالي بتصبح سلسلة البيادق السوداء حرة الحركة للأمام، وخاصة بيدق الE6 اللي بحركته للأمام بيعطي الحرية لباقي القطع السوداء. ولكن نيمزوفيتش بيحذر ان التخلص من البيادق البيضاء ليس معناها ان الاسود حصل على الحرية، لان ممكن الابيض زي ما شفنا في دور نيمزوفيتش وسالو يضع بدال البيادق قطع اخرى زي الفيل والحصان، وبالتالي بتعرق سلسلة البيادق. ولذلك نيمزوفيتش بيقول ان الخطوة الثانية في الخطة هي طرد القطع التي تحتل موقع البيادق، وبعد ذلك بتصبح سلسلة البيادق السوداء حرة الحركة إلى الأمام، وده بيبقى النجاح الصحيح لخطة الحصار. وفي النهاية نيمزوفيتش بينبهنا إلى أن احتلال الوسط بالبيادق ليس معناه السيطرة على الوسط، وإنما يمكن احتلال الوسط بالقطع أيضا التي يمكن أن تكون أفضل فائدة وأكثر خطورة من البيادق. ودلوقتي أصبحنا مهيئين لفهم خطة الحصار اللي ابتكرها نيمزوفيتش. ودلوقتي يلا نبدأ في دراسة الحرب الموقفية اللي هي حرب الحصار البطيء للقاعدة التي أصبحت غير محمية، وكيف تصاب القطع الدفاعية بالارتباك، وكيف نواصل الضغط على القاعدة أو إنشاء إضعاف جديد بدلا منها، وكيف نستغل هذا الإضعاف لكي نفوز في نهاية الدور. نيمزوفيتش بيستعين مرة أخرى بدوره بالأبيض أمام جورج سالو بالأسود، وبيقول إن سالو لعب في هذا الموقف النقلة بيشوب دي 7 على أساس إن يجبر الأبيض على التكسير على المربع C5، ولكن هذه الخطة زي ما احنا عارفين لم تعطيه الكثير. وهنا نيمزوفيتش بيقترح بدلا من النقلة بيشوب دي 7 فورا إنه يتبنى حرب الحصار اللي بتبدأ بالنقلة C takes D4، وبعد C takes D4 الموقف بيتعدل كثيرا في صالح الأسود، لأن قاعدة البيادق D4 أصبحت أكثر إضعافا، وذلك لاختفاء بيدق C3 اللي كان بيحميها، وكذلك لأنها أصبحت بطريقة أو بأخرى أكثر ثباتا، لأن حاليا بيدق D4 ليس له أي حركة، بينما كان فيما قبل يستطيع الحركة والأخذ على المربع C5 سواء كان هذا في صالحه أو لم يكن في صالحه، ولكن حاليا أصبح مثبت في موقعه، وده حيسهل على الأسود كثيرا كما سنرى مهاجمته بسهولة. ودلوقتي بيلعب بيشوب D7، ودلوقتي بيهدد بأخذ بيدق D4، وبالطبع ما كانش يقدر ياخده قبل هذه النقلة، لأنه لو لعب Knight takes D4 دي نقلة سيئة وهيخسر قطعة فورا، لأن الأبيض هيلعب Knight takes D4، ودلوقتي الأسود لو أخد على المربع D4 الأبيض هيلعب ببساطة بيشوب B5 تشيك بكش للملك، وفي نفس الوقت بيكشف هجوم على الوزير، والأسود هيخسر قطعة والأبيض هيفوز. وده بيشبه الموقف اللي شفناه في بداية هذا الفيديو، لكن بعد لعبه البيشوب D7 أصبح حاليا بيهدد إن ياخد بيدق D4، والأبيض مضطر إن يحميه، والحماية الوحيدة هي التراجع بالفيل للمربع E2، والوزير حاليا بيشارك في حماية البيدق. بالطبع لو الفيل ما تراجعش للمربع E2 إنما تراجع للمربع C2 هتكون نقلة سيئة، لأن الأسود هيكمل Knight B4 وطالب الفيل وهينجح في تكسيره،
والأسود هيخرج محتفظا بزوج الأفيال، ودي ميزة استراتيجية هامة. ولذلك الأبيض بيلعب بيشو بE2، وهنا الأسود بيبدأ في تنفيذ خطته لحصار قاعدة البيادق بالنقلة نايت GE7، والحصان في طريقه للمربع F5 لزيادة الضغط على بيدق D4. ونيموزوفيتش بيقول إن رغم بطء هذه الخطة إلا إنها أفضل خطة في هذا الموقف، لأن على أي حال الموقف مغلق في الوسط، وخسارة نقلة واحدة لا تكون مؤثرة في المواقف المغلقة. على أي حال الأبيض بيتحسب لهذه النقلة وبيلعب B3، وبكده بيحرر فيل المربعات السوداء. وبعد النايت F5 الأبيض بيلعب ببساطة بيشوب B2، والفيل بيشترك في حماية قاعدة البيادق. لكن هنا الأسود بيلعب نقلة قوية وهي بيشوب B4 تشيك، ودلوقتي الأبيض في موقف حرج لأن قطعة الدفاعية مصابة بالارتباك، لأنه مثلا لو دافع عن الكش بالنقلة المنطقية نايت C3 هيقطع التواصل بين الفيل وبيدق D4، والأسود هيفوز ببيدق. أيضا لو لعب النايت D2 هيقطع التواصل بين الوزير والبيدق، والأسود هيفوز أيضا ببيدق. ولذلك الدفاع الوحيد أمام الكش هو لعب الكينج F1، والأبيض بيفقد حقه في التبييت. لكن حاليا الأبيض بيهدد بG4 وطرد الحصان من موقعه القوي، ولذلك الأسود بيلعب H5 لكي يمنع النقلة G4. ولكن تراش اقترح بدلا من لعب ال H5 إن الأسود يتراجع بالفيل للمربع E7. ودلوقتي لو الأبيض كمل بG4 الأسود هيلعب ببساطة نايت H4، وهيتم التكسير على المربع F3. ورغم إن الأسود هيفقد أحد المهاجمين لبيدق D4، إلا إن الأبيض أيضا هيفقد أحد المدافعين عن نفس البيدق. كل الأحوال الأسود هيواصل هجومه على المربع D4 حتى النهاية. والنقلات دي بتلخص فكرة نيمزوفيتش اللي سماها حرب الحصار. ودلوقتي تعالى نوصل لست نقط هامة وضعها نيمزوفيتش لكي يشرح حرب الحصار على قاعدة سلسلة البيادق، ولكن أنا بعتبرها ست نقاط بتلخص استراتيجية الشطرنج بصفة عامة، وأرجو إن الجميع ينتبه لها جيدا، ليس لمجرد حصار سلسلة البيادق، ولكن لفهم استراتيجية الشطرنج بصفة عامة على أسس علمية قوية. النقطة الأولى سماها نيمزوفيتش إن القاعدة مثبتة، وده معناه إن القاعدة ثابتة لوقت طويل، ولذلك على اللاعب المهاجم الضغط عليها بأكثر من قطعة، زي ما احنا شايفين بيدق D4 مهاجم بالحصانين والوزير، وربما يشترك قطعة أخرى، بينما الأبيض المدافع مضطر إن يحميه بأكثر من قطعة، الحصان والفيل والوزير. ولازم أيضا نلاحظ إن الحصان الأبيض مشلول عن الحركة، لأنه زي ما شفنا من قبل لا يستطيع الذهاب للمربع D2 أو حتى للمربع C3، وإلا هيفقد البيدق. أما النقطة الثانية فبيقول إنها أفضلية مثالية، وهي إن الطرف المهاجم بيصبح له الأفضلية، وربما لا يستطيع الفوز ببيدق D4 في النهاية، ولكن على أي حال بيجبر الأبيض على الدفاع، والدفاع بيجعل قطع الأبيض في مثل هذا الموقف أقل مرونة، بينما قطع الأسود مرنة، وربما الأسود في وقت من الأوقات يحول هجومه إلى نقطة تانية في أرجاء الرقعة، ولا يستطيع الأبيض مجرد تحويل قطعه بنفس هذه السرعة، ولذلك ربما يفوز الأسود بميزة أخرى استراتيجية أو مادية في الجناح الآخر. والنقطة الثالثة تحت عنوان الضغط لأطول فترة ممكنة، وهي إن الأسود لابد أن يستمر في الضغط على هذه النقطة حتى يصل للفوز بهذا البيدق، أو ربما يظهر إضعاف جديد في موقف الأبيض في موضع آخر. ودلوقتي ننتقل إلى النقطة الرابعة وهي تعديل الخطة بعد ظهور الإضعاف الجديد، وهي إن خطة الأسود بتتغير وبيبدأ الهجوم على الإضعاف الجديد، وبيترك إلى حين الضغط على الإضعاف الأصلي، وربما في مرحلة متقدمة من الدور بيعود مرة أخرى للضغط على الإضعاف الأصلي لكي يزيد من إضعاف موقف المدافع. النقطة الخامسة هي إن القاعدة بتصبح إضعاف في مرحلة نهاية الدور. على أي حال قاعدة البيادق الضعيفة لن تذهب إلى أي مكان،
ولكنها ستظل ثابتة، وربما في مرحلة متقدمة من الدور، في مرحلة نهاية الدور مثلا، يمكن الضغط عليها بوسيلة أخرى، مثلا بالرخ، بلعب الروك سي 4، ثم الضغط عليها مرة أخرى والفوز في النهاية ببيدق. ربما يكون هو الفيصل في فوز الأسود. والنقطة السادسة اللي بينهي بيها نيمزوفيتش حديثه، وهي تحت عنوان الدفاع وإلا، وهي إننا لا ننسى في خضم الهجوم على قاعدة البيادق إن ممكن في وقت من الأوقات الطرف المدافع يبدأ بهجوم مضاد بنقلات زي الـ F4 ثم لعب الـ F5 والضغط أيضا بالمثل على قاعدة البيادق السوداء، أو ربما يقوم بهجوم مضاد على جناح الملك مستفيدا من الموقف الممتاز لبيدق الـ E5 الذي يصيب القطعة السوداء بالتقلص وتنقلب المائدة رأسا على عقب. وبهذه النصائح المفيدة والهامة من نيمزوفيتش بننهي هذا الفيديو، على أمل اللقاء في الفيديو القادم اللي هنستكمل فيه المراحل النهائية من عنوان سلسلة البيادق. فإلى ذلك الحين، إلى اللقاء. وإذا أعجبك محتوى هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.